بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I'd like to welcome you to meeting number 5 for English 140. First I'd like to check the sound. Can you hear me? Is my voice clear? هل صوتي واضح? Please reply. هل الصوت واضح? Okay, great. Now, last time we finished Unit 2. Now, we only need to do this exercise as a revision. انتهينا الوحدة الثانية وهذا فقط مراجعة. وبالمناسبة إن شاء الله خلال الأيام القادمة راح أضع لكم في المنتدى أسئلة اختبارات سابقة. ما أدري أصلا هل أنا وضعتها ولا لا، لكن على كل حال راح أتأكد. إذا هي غير موجودة راح أضعها لكم في المنتدى وأرجو دراستها جيدا لأنها تعطيك صورة مطابقة تماما للاختبار النهائي لهذا الفصل، وهي مناسبة للمراجعة ومناسبة للمذاكرة. من الصعوبة يعني ليس من الحكمة أنك تحفظ الأسئلة، لكن تحفظ المعلومات المتعلقة بالأسئلة ثم تستطيع أن تجيب على الأسئلة، وهي معلومات لو تطلعون على أسئلة الاختبارات تلقون فيها تداخل وتشابه كثير، وهذا من صالحكم وراح يريحكم بإذن الله في الاستذكار. Okay, now let's see the questions. Some questions are related to vocabulary and some are related to grammar. بعض الأسئلة متعلقة بالكلمات والمفردات والعبارات وبعضها متعلق بالقواعد. Now look at the first one. Banks فراغ online banking services for their clients. Now we have four options. Which one is the correct answer? A, B, C, D. Is it banks make online banking services or uniform or manufacture or provide? Which one is it? أخذناها في سياق الكلام عن التفرقة بين مصطلحين وقلت لكم وقتها انتبهوا ترى هذه من الأشياء المهمة. Which one is it? What is the correct answer? البنوك. وش تسوي البنوك في خدمات البنكية المباشرة عبر الإنترنت لعملائها؟ ماذا تعمل البنوك؟ هل هي make تصنع، uniform، D provide. Excellent. Yes, it is provide. تقدم، تزود. هذه أخذناها لما كنا نتكلم عن الفرق بين صناعة منتج و تزويد بخدمة. Okay. طيب أنا عندي سؤال. Now A and C cannot be correct. Why? لماذا يعني تستطيع من خلال الاختيارات لا يمكن أن تختار A و C؟ بغض النظر عن معرفتك للمعنى الجملة. لماذا لا يمكن أن نعتبر أي من الإجابتين A و C صحيحة؟ Why? What do you think? ماذا تعتقدون؟ لماذا لا يمكن أن نعتبر A و C واحدة منهم إجابة صحيحة؟ The answer is because they are the same. لأن لهما المعنى نفسه. ودائما في الاختبارات لا يمكن تكون عندك اختيارين كلاهما صحيح. وهذه نقطة، هذه من تقنيات أو techniques for answering the multiple choice questions. دائما إذا وجدت أن فيه اختيارين متطابقين تماما لهما نفس المعنى ونفس الاستخدام، معناه ولا واحد منهم هو الاختيار الصحيح، لأن معناه بيكون عندك إجابتين
ما لم تنص بعض الأسئلة يقول لك مثلا الإجابة A و B، لكن أنا بالنسبة لي على هذه الطريقة ليست جيدة، دائما هناك إجابة واحدة فقط. طيب 2 هيونداي مكتوب هنا 1 هي 2 Hyundai is a Korean ولا كوريا ولا كورينيز ولا كوري، which one is it؟ أخذناها في الجنسيات ولا حددت لكم أصلا كلها جابان جابانيز كوريان سعودي وكويتي، كلها أربع جنسيات فقط المطلوبة. which one is the correct answer؟ اكتب الإجابة. طبعا المشاركة بالكتابة فقط عشان ما يضيع الوقت بس. which one is it؟ Hyundai is a big Korean company، هي شركة كورية ليست كوريا، ليست كوريا، Korean. دائما كيف تعرف، وسبق وقلتها في اللقاء السابق، دائما إذا جاك حرف جر زي to from okay يكون بعد اسم البلد، مثلا he is from Korea، they traveled to Korea، I bought this from Korea، اسم البلد. أما يكون الاسم غالبا يكون بعد مكان الجنسية بعد كلمة يكون هي الجنسية، زي Korean company مثلا he is a Saudi teacher، ما نقول he is Saudi Arabia teacher. okay. طيب 3 The company has فراغ its website. It has become attractive and easy to use. ماذا عملت الشركة الموقع الإلكتروني خلاها أكثر جاذبية attractive و easy to use وسهلة الاستخدام؟ وسوت في الموقع، هل هي has broken كسرت الموقع، greeted رحبت به، developed طورته، died مات؟ عمركم شفتوا موقع يموت ليس موت حقيقيا؟ What is the correct answer? It is C. Exactly. نعم طورت موقعها الإلكتروني، طورت موقعها الإلكتروني. Okay. Number 4 The فراغ works in the human resources department. وهذا يتعلق بصفحة مهمة ونبهت وقتها، نبهني بالترى الصفحة هذه مهمة وفيها وظائف، هي صفحة 12، صفحة 12 مهمة. Okay, 4 That works in the human resources. من اللي يعمل في قسم الموارد البشرية؟ Personal assistant سكرتير ولا help desk advisor ولا IT consultant ولا accountant؟ هذه تتعلق، لو فتحتوا صفحة 12 بتعرفون موجودة بالنص حتى، من اللي يعمل في الموارد البشرية، اللي يتبع قسم الموارد البشرية هو personal assistant سكرتير. السكرتير دائما مرجعيته هو الموارد البشرية. طيب اللي بعدها 5 number 5 The website manager. إيش معنى website manager؟ مدير الموقع الإلكتروني. ماذا يعمل مدير الموقع الإلكتروني؟ هل هو demonstrate new products، يعرض منتجات جديدة؟ B designs web pages، يصمم صفحات إلكترونية؟ C visit customers، يزور الزبائن؟ D plans the boss's schedule، يخطط لمواعيد المدير؟ What do you think؟ Yes, it is B. طبعا الإجابة هي B. هي إجابة B. طيب. Very good. Next. 6. The two sisters. الأختين. The two sisters. فراغ at home last night. Last night. هل نقول was at home؟ ولا were at home؟ ولا wasn't at home؟ ولا didn't at home؟ Which one is it؟ What is the correct answer؟ Anyone؟
في أحد ممكن يجاوب؟ كمان it's easy. أخذنا قاعدة is و am و are و was و where. قلنا متى نستخدم يقول he و she و it مع is و I مع am، والاثنين ماضيهم was، و we you they نستخدم معهم are وماضيها where. هنا الآن what do you think؟ The two sisters. The two sisters مفرد ولا جمع؟ What do you think? The two sisters مفرد ولا جمع؟ Huh? Anyone? جمع. Very good. طيب الجمع يستخدم مع are ولا is؟ Are ولا is؟ طبعا الإجابة نستخدم are. Excellent. وفي الماضي نستخدم وش الماضي من R؟ Where. نستخدم الماضي من R هي Where. أوكي؟ لأن وش درانا عند الجملة في الماضي؟ مكتوب Last night، الليلة الماضية يعني البارحة. إذن Where. Where. طيب 7. They فراغ a new branch for the company in 2011. هل هي opens، opening، or opening، or opened؟ Which one? A, B, C, D. What is the answer? ما هي الإجابة؟ Anyone? لما اخترنا didn't. Didn't لازم يأتي بعدها فعل. Didn't go. لكن ما نقول didn't at home. هم لم في المنزل. لم إيش طيب؟ لم يذهبوا. لكن ما عندي كلمة يذهبوا. فديدنت دائما لازم يأتي بعدها فعل، فما يصح أن تقوم لوحدها. طيب ها 7، في أي زمن الجملة؟ number 7 في أي زمن؟ is it present or past؟ هل في المضارع أم في الماضي؟ what do you think؟ مضارع أم ماضي؟ اوكي طب الاجابه صح، يعني اجابه opened يعني معناها انها في الماضي. طب كيف عرفت ان الجمله هذه في الماضي؟ ما الذي دلكم في الجمله حتى تعرفوا انها ماضي؟ 2011 excellent مكتوب 2011 بالنسبه لزمننا لسنتنا هذه 2019 تعتبر ماضي. اوكي طيب very good. That's the end of unit 2. هذا نهايه الوحده الثانية. Now we start unit 3, but before we go to unit 3, any questions? Do you have any questions? في أي أسئلة أو استفسارات لديكم على unit 2 before we go? في أي أسئلة أو استفسارات؟ اللي يسأل وين فيه، يعني واضح جدا أمامكم unit 3 مكتوب. صف وحدة الثالثة في المذكرة صفحة 11. Any questions? Okay, you didn't have questions? أخي أسئلة؟ طيب خلونا نبدأ الآن في unit 3. We'll start with unit 3. First with vocabulary. First with vocabulary. نبدأ في البداية بالمفردات، الكلمات. Okay. Advertising. What does advertising mean? دعاية. وهذا مهم. دعاية والإعلان. دائما في قطاع البزنس الدعاية أمر مهم. طيب amenities. Amenities وسائل الراحة، يعني دائما الشركات من ذات الشركات الكبرى توفر وسائل الراحة في مقر الشركة للموظفين. فلأن بعضهم وأنا أعرف ناس في STC مثلا عندهم مركز يجلسون فيه وفيها بلياردو وتنس أشياء مثل هذه الترفيه. طيب appointment. This is very important word، من الكلمات المهمة جدا. موعد. موعد طبعا موعد سواء موعد طبي في مستشفى، موعد بزنس، أي موعد يسمى appointment. diary مفكرة. متى نستخدم المفكرة؟ الأشياء اللي نكتب فيها المواعيد، هذه مفكرة. editor محرر. مش مقصود محرر، محرر في مجلة، محرر في جريدة يسمى editor. innovator مصعد، المصعد اللي في المباني. Elevator. وأيضا ناس يسمونه lift.
lift اللي هو L-I-F-T، لكن حنا بناخذه elevator. elevator. طيب وش عكس elevator؟ if you go to a building، لو رحت مبنى ولقيت المصعد عطلان elevator، how do you go upstairs؟ كيف تصعد للأدوار العليا؟ طبعا you take the stairs، الدرج. you take the stairs. طيب games room، غرفة الألعاب. okay games room، غرفة الألعاب. office بمعنى مكتب، وأحيانا تأتي بمعنى فرع. it's the Riyadh office، يعني في مكتب هم اللي في الرياض، يعني فرع الرياض. open plan، open plan معناها النظام المفتوح في المكاتب. وش مقصود النظام المفتوح في المكاتب؟ ليست ما تترجم حرفيا. open معناها مفتوح، plan خطة، الخطة المفتوحة. لا، ليس معناها خطة مفتوحة. في بعض الشركات يخلون صالة كبيرة وفي partitions، وفي يعني مقسم المكاتب بحيث كل شخص يستطيع أن يشاهد زملائه الموظفين الباقين. هذا يسمى open plan. هذا هو المقصود بالopen plan. راح تمر علينا في سياقها إن شاء الله بعدين. طيب quiet room. what is quiet room؟ طبعا quiet اللي هو هدوء. دائما يكون هناك غرفة تكون يعني وقت للمكان للراحة وبدون بعيد عن الإزعاج. هذا يسمى quiet room. stairs اللي كنت قلت لكم قبل شوي، الدرج. كنا إذا المصعد the elevator is not working you take the stairs. now workplace مكان العمل. the workplace has to be suitable. مكان العمل يجب أن يكون مناسب للموظفين. meet، meet بمعنى يقابل. طبعا لا تخلطون بين meet يقابل وmeet اللي هي لحم. meet بمعنى لحم، كيف تكتب؟ M-E-A-T meet، ينطق بنفس النطق لكن الكتابة تختلف. wait ينتظر. you have to wait. could you please wait for a few minutes؟ ممكن تنتظر. the manager is on the phone، المدير على الهاتف، يعني انتظر شوي. science العلوم. science معناها العلوم. technology التقنية. طبعا ناس يستخدمونها بيقولون تكنولوجيا. طبعا كلمة تكنولوجيا ليست لغة عربية، لكن المقابل لتكنولوجي بالعربي هي التقنية. finance، what does finance؟ اقتصاد. okay اقتصاد او مالي. finance the finance department، قسم المالي، قسم اقتصاد او مالي. finance department قسم الإدارة المالية. يعني production، production معناها انتاج، انتاج. okay art فن، art fun. responsible for means مسؤول عن. I am responsible for advertising، أنا مسؤول عن الدعاية. I'm responsible، ليس فقط في قطاع البزنس. واحد يقول مثلا I'm responsible for cleaning my bedroom، أنا مسؤول عن نظافة غرفتي. responsible for. address، address معناها عنوان. طبعا كلمة address إذا قيلت لوحدها كلمة address، فمقصود بها عنوان اللي هو الموقع، المكان الحسي، سواء عنوان منزل، عنوان شركة، عنوان وين. تقول مثلا الرياض شارع التحلية مبنى 15، هذا يسمى address. لو أضفت لها كلمة email صارت email address، اللي هو عنوان البريد الإلكتروني. فتقول مثلا fahad@yahoo.com، فهذا معنى كلمة address. mailing list، mailing list لقائمة بريدية. وأنا حتى موجودة في بعض الشركات، بعض المحلات الآن تحط تضيف إيميلك عندهم يحطونك في القائمة البريدية، لو جاء أي بضاعة جديدة، لو في تخفيض يتم الإرسال للزبائن. okay طيب this is
first part, which is the vocabulary. Now, the next is conversation. محادثة. Conversation 3.1 on page 110. صفحة 110. محادثة 3.1. So please look at page 110 في أسفل الصفحة على اليسار. I'm going to read for you. راح أقرأ لكم. So please listen carefully and see how words are pronounced. شوفوا كيف تنطق الكلمات. كيف تنطق الكلمات. Okay, I'm going to start. Hello, I have an appointment. مرحبا أنا عندي موعد. توها مرة علينا الكلمة هذه appointment. I have an appointment with Maria Young at 9:30. طبعا راح يكون عندنا درس مستقل عن الساعات كيف تقول الوقت. Okay, لكن أنا بقولها لكم بأسهل طريقة اللي تقول الساعة بعدين الدقائق بدون أي إضافات. الساعة 9 9 الدقائق 30 30 9:30 هذه أسهل طريقة ممكنة. 9:30 I'm Naoki Inoue from Dentsu. Good morning Mr. Inoue. Could you wait a minute? لاحظ كلمة wait مرت علينا أيضا. Could you wait؟ ما نقول دائما بالذات في اللغة الإنجليزية ما نقول wait. No. Could you wait بأسلوب أكثر تهذيبا. Could you wait a minute, please? ممكن تنتظر دقيقة. Miss Young, Mr. Anyway from Denso is here. Yes, I will. Please come this way. تكلم المديرة. فقالت okay. خلاص خليه يدخل. Thank you. Come in, Mr. Anyway. It's very nice to see you again. أنا سعيدة أن أقابلك مرة أخرى. How are you? Fine, thank you. Please have a seat. شبعنا هذا سيد يتفضل بالجلوس. بدل ما تقول sit down تقدر تقول have a seat. Take a seat. The same meaning. Have a seat. Would you like a cup of coffee? Again. وأيضا هذه هناك أسلوب في العرض. بدل ما تقول do you want. لا do you want عادة لا تستخدم بهذه الطريقة. تقول would you like. هل تود هل ترغب. Oh, yes, please. Now, Janet, could we have some coffee, please? طبعا ما تفرق تتكلم عن موظف عندك ولا تتكلم واحد أكبر منك. دائما يكون هو أسلوب المهذب. Come in. Hello, Greg. مرحبا بك يا Greg. Morning. Mr. Anyway, I'd like you to see Mr. Greg Adams. لاحظ. I'd like you. فرق بين I like أو I'd like أنا اللي أود أو لا أنا أود أنك I'd like you to meet Greg Adams أود أنك تتعرف على Greg Adams our marketing manager مدير التسويق Greg this is Naoki Inoue from Dentsu تقول يا Greg هذا Naoki Inoue من شركة Dentsu oh pleased to meet you سعيد بمقابلتك Hello, good to meet you too. How was the journey here? كيف كانت الرحلة؟ Okay, كانت محادثة قصيرة وفيها فقط كلمات محدودة مطلوبة معكم. Okay, now book page 16 زي ما هو على الصبور أمامكم صفحة 16 صفحة 16 كذا ناخذ تمرين اللي في الأسفل الصفحة تمرين ليس له علاقة بالاختبار بس كذا مجرد اختبار قدراتكم في الاستماع. اوكي اخر فقره هو اكسرسايز 2 في اسفل الصفحه page 16 صفحه 16 دائما هناك عندك عبارتين بينهم خط مائل انا راح اقرا لكم واحده من العبارتين احيانا فيهم تشابه وباك تحدد لي هل انا قرات العباره الاولى ام الثانيه فانت راح تضعون 1 او تضعون 2 على حسب اللي بتسمعوه مني الان اوكي طيب خلونا أقرأ الآن number one how are you what is it one or two ما راح أعيد okay very good number one أنا قلت how are you لأن اللي بعدها who are you who are you من أنت هذه how are you كيف حالك how are you طيب number two
Please have a seat. Which one? One or two? Number two, correct. I said, please have a seat. ما قلت take a seat. مع نفس المعنى. لكن هذا اللي أنا ذكرته. طيب, number three. I'd like you to meet Greg Adams. No. Number two. أنا قلت, I'd like you. فرق بين تقول, I'd like to meet. أنا أود أن أقابل. I'd like you to meet. أود أنك أنت. تقابل أو تتعرف على. No, this is wrong. أنا ذكرت الثانية وليست الأولى. طيب, اللي بعده نشوف. Number four. This is Naoki Inoue from Dentsu. Which one? Number one, correct. Finally, five. Pleased to meet you. واضحة جدا. طبعا هذا آخر واحدة. Number one, yes, number one, very good. طيب, اللي بعدها الآن page 17, next page, الصفحة اللي بعدها, الصفحة التي بعدها. قلنا مكتوب listening وعندنا أيضا speaking. Okay. Okay, الصفحة اللي فوق الأول أو التمرين اللي فوق, خلونا بس نختصر عليكم شيء نحذفه. التمرين اللي فوق هو نفسه مأخوذ من المحادثة اللي قرأناها, فنتركها شوي, ما يعني ما نحتاج نقرأها. خلونا بس نحل التمارين اللي في أسفل الصفحة, number 3 and number 5. راح نحل التمرينين 3 و5, 3 و5. خلونا نشوف 3. You have 4 words, عندكم 4 كلمات, كلمة have وكلمة come وكلمة like وكلمة take. Okay, نبغى نضع كل كلمة في الفراغ الصحيح. طبعا هذا ليست من ضمن طريقة الأسئلة في الاختبار, دائما الاختيارات تكون A, B, C, D وليست بهذه الطريقة, لكن هذه تفيدك في فهم معاني الكلمات وطريقة استخدامها. Number one, please in. What's the word? ما هي الكلمة الصحيحة؟ هل نقول please have in, come in, like in, take in؟ نعم, هي الكلمة الثانية اللي هي come. نعم, come in. Yeah, please come in. تفضل, تفضل بالدخول. Come in, correct. So number two, would you like me to فراغ that? Would you like me to ish? To have that? To like that? To take that? Number four, take. Correct, correct. Three, please فراغ a seat. تونا ما أخذينها, باقي لك كلمتين, باقي لنا have و like. Which one is it? Three, like. Please like a seat. No, have a seat. Number one, yes, have a seat. تفضل خذ لك مقعد, يعني تفضل بالجلوس. Number four, باقي عندنا كلمة واحدة اللي هي like. Would you like some coffee? هل تود ببعض القهوة؟ Would you like? Would you like? Okay, next, the same idea is exercise 5. نفس الطريقة, تمرين 5. Complete the phrases using the words below. We have 4 words. Wait, was, start, and 1. How, فراغ, the journey here. كيف الرحلة إلى هنا؟ كيف إيش؟ What is the correct answer? هنقول how wait the journey, how was the journey, how start the journey, how meet the journey. Yes, how was, very good. Yeah, was. الإجابة هي was. الإجابة هي was, الكلمة الثانية. طيب, number two. I'd like to فراغ a few minutes. أود أن, وشو a few minutes يعني بضع دقائق, for Mr. Zhao to join us. أود إيش؟ أود أن أقابل, to meet a few minutes, أقابل بعض بضع دقائق. تقابل من طيب؟ Wait, yes, I'd like to wait. مثلا في اجتماع والمدير يقول معلش نبي ننتظر دقائق عشان مستر
is how to join us حتى ينضم إلينا. 3. It's good to فراغ you. Thank you for coming. يقولنا شيء جميل عن إيش؟ عن باقي لنا كلمتين. Meet and start. Which one is it? Meet? Yes, correct. It's good to meet you. يعني شيء جميل أن أقابلك. ليست ثلاثة هي الأخيرة. Meet. الآن number four. آخر كلمة أو آخر جملة. Let's فراغ now. يخلونا الآن. And we can break for coffee at 10:30. بعدين نأخذ لنا break الساعة 10:30. Then let's what? دعونا ماذا؟ هي باقي كلمة واحدة. وش؟ What's the word? Let's start. Start. هي كلمة ثالثة. يخلونا نبدأ الآن. بعدين نأخذ break للكافي القهوة الساعة 10:30. Let's start. Let's start. Okay. Next is page 18. صفحة 18. وصفحة 18 المطلوب منها أو المطلوب في الصفحة هذه فقط معرفة شيء لثقافتكم، وإلا يعني ما هي من الأشياء اللي يدخل فيها الاختبار. فقط في أعلى الصفحة page 18 في أعلى الصفحة مكتوب read the conversations below which one is formal which one is informal. يقول لك يبغاك تقرأ المحادثتين. في محادثة تسمى formal. شو معنى formal؟ يعني محادثة رسمية عادة تستخدم في الأشياء الرسمية، في الاجتماعات، في المؤتمرات، في الكلام مع الناس المسؤولين. أوكي. والكلمة الثانية مكتوب informal. informal اللي هو غير رسمية، وهذا عادة بين الأصدقاء الزملاء. مثلا ما تقول هلا أبو فلان، هذه عادة غير رسمية، تقول لأصدقائك. لكن ما تجي لشخص وزير وهلا أبو فلان، لا، غير مقبولة. أوكي. طيب خلونا الآن فقط راح أقرأ لكم العمود اللي على اليسار ثم العمود اللي على اليمين، وأنتم حددوا لي which one is formal، وش اللي تعتبر كأن توحي أنها محادثة رسمية، وش اللي تعتبر غير رسمية ودية. أوكي. Let's read. المحادثة A على اليسار. Hey Kiyoshi. Hi Martha. How it's going? Not so bad. How's your family? Pretty good, thanks. Have a seat. Have a tea, coffee. يعني أكثر من طريقة تقدر تقول have a seat, have tea, have coffee. Tea please, thanks. لا عفوا يقول لك have a seat وتفضل بالجلوس. قال تي كوفي. لاحظ علامة الاستفهام توحي انها سؤال، يعني تبغى تي ولا كوفي. تي بليز ثانكس. العمود الثاني. Good morning Mr. Hong. Good morning Miss Wilson. How are you? Fine thank you. How are you? I'm very well thank you. Please have a seat. Would you like a cup of tea or coffee? Thank you. Tea would be nice. I think you will know it directly. أكيد إنكم راح تعرفونها مباشرة. اللي على اليسار. Is it formal رسمي or informal غير رسمي؟ أوكي. نعم الأولى غير رسمية والثانية هي الرسمية. إذا اللي على العمود A اكتب عليها informal محادثة غير رسمية، واللي على اليمين اكتب عليها formal رسمية. أوكي. بقية الصفحة محذوفة. بقية الصفحة محذوفة. طيب next الموضوع الأخير موضوع قواعد يتعلق بوصف مكان، سواء مكتب سواء مبنى. واحد جاك يبغى يوصف لك مستشفى، وين فيه؟ كيف توصف له؟ أو جاءك وبغى المسجد، وين المسجد فيه؟ كيف توصل له وأنت في الشارع؟ كيف تقول له روح يمين مقابل كذا، بعد كذا، خلف كذا، بين كذا؟ فقط هذه هي فكرة التمرين، وهي سهلة جدا. راح أعطيكم أهم من الكتاب، ثم راح أعطيكم تمرين
يعني عشان تعرفون كيف تجينا في الاختبار، كيف تجي في الاختبار. اوكي، ابغاكم الان امامكم في صفحه page 19 في اعلى الصفحه you have four words، عندكم اربع كلمات. الكلمه الاولى next to، شو معنى next to؟ What does next to mean؟ ماذا تعني next to؟ تعني بجانب. Very good. بجانب. إذا نقول next to، ما نقول next from، لا، next to. Next to the building. Next to the mosque. Next to the hospital. بجانب المستشفى. بجانب المنزل. بجانب كذا. هذا next to. اللي بعده across from. What does across from mean؟ ماذا تعني؟ مقابل. Yeah. إذن يكون هذا من جهة وهو مقابلة من الجهة الثانية، هذا معنى مقابل. لا يكون من جهة الجنب، لا. أوكي؟ اللي بعده between. What does between؟ بين. نعم، ودائما لما تجي كلمة between معناها لازم يكون عندك طرفين. هل يمكن أقول between the mosque وأسكت؟ بين المسجد. المسجد and what؟ بين المسجد وماذا؟ فإذا هذه أيضا تعطيك مؤشر للكلمة، دائما between لازم يأتي بعدها طرفين، between كذا and كذا. أوكي، اللي آخر شيء كلمة down. What does down mean؟ طيب النهاية، يعني في آخر. ليس down معناها أسهل. لما تكون أنت مثلا في مجموعة مكاتب تقول down the hall، في يعني في آخر، في نهاية القاعة، هذا down. ليس down أن تكون في الدور الفوق وتنزل تحت، لا. أوكي، الآن خلونا نشوف الخريطة اللي أمامكم. شوفوا المكاتب، شوفوا المكاتب. عندكم من أعلى على اليسار غرفة 302 302، بعدين 304 304، بعدين إليفيتر المصعد، وبعدين 306. وفي الكلام هذا كله في نفس الدور. ومقابلهم أيضا عندك 301 غرفة 301 المكتب 301، بعدين stairs الدرج، بعدين 303، بعدين 305. خلونا الآن يعني نشوف الخريطة اللي قدامنا ونحاول نحدد موقع كل مكتب بالنسبة لشيء آخر. أوكي، let's see A. خلونا نشوف A عشان تتضح لكم الصورة. A room 301، الغرفة 301. أين موقعها؟ 301 is فراغ room 302. أين موقعها بالنسبة لغرفة 302؟ Yeah, very good. Across from، هي مقابل. طب هل يصح نقول across room 301 is across room 302؟ No، ما يصح تقول across فقط، لازم across from. Across from. Okay؟ طيب هذا عرفنا. إذا 301 تعتبر مقابل 302. طيب number two. The elevator. وين موقع المصعد؟ طيب موقع المصعد بالنسبة لماذا؟ لازم موقعه من خلال مقارنته بمكان آخر. Is فراغ room 304. غرفة 304، طب هو ما انتهت الجملة، شكلنا لا تستعجلون. And room 306. أعطاك شيئين، لاحظ وش موقعه بالنسبة للموقعين للغرفتين مع بعض، يعتبر هو between، بين. Yes. إذن المصعد وين موقعه؟ هو بين غرفة 304 و 306. Between. Okay. Good. C. Room 303. الغرفة 303. طبعا 303 نقدر نحدد موقعها بالنسبة للدرج. أو موقعها بالنسبة للمصعد. أو 305. لكن نشوف الكتاب وش طالب. Room 305. إذن وش موقعها بالنسبة للغرفة 305؟ It is next to. Very good. Next to. بجانب. إذن 303 موقعها بجانب 305.
نقدر نوصفها أنها مقابل المصعد، لكنه ما ذكرها في الكتاب فقط، ولا تقدر توصفها بأكثر من طريقة بجانب الدرج أيضا. طيب دي روم 301 الغرفة 301 وين موقعها؟ The hall from 305. يعني وش موقعها بالنسبة ل 305؟ لاحظ بعيد عن 305، بعيد عن 301. يعني لما أنت تكون في القاعة وأنت 305 كيف توصف 301؟ تقول it's down the hall، في نهاية القاعة، في نهاية المكان، في نهاية الممر، down. okay. طيب هذه هي المفردات من خلال الرسم، من خلال الخريطة اللي أمامك، لكن في الاختبار ما راح أعطيك رسمة، من الآن تعرفون ما راح أعطيك رسمة. اللي بيجيك زي الخيارات اللي أمامك الآن في التمرين، لاحظوا الاختيارات اللي أمامكم الآن في التمرين. Exercise. Okay. You have two sentences. عندنا جملتين. First, my home is not far from here. It's to the mosque. Which one? Number two. اللي هي. Next. Okay. الإجابة، يعني عندي الآن إجابة لا next. Do you agree؟ هل توافقون على الإجابة هذه؟ هل توافقون على أنها next بجانب؟ طيب لماذا لا يصح أن نقول between؟ Why؟ Why can't we say between؟ Who can tell me؟ Why can't we say between؟ لماذا لا نستطيع أن نقول between؟ لأن ما في اثنين. Very good. نعم ما عندي طرفين. Between لازم طرفين. أنا ما عندي ليش؟ The mosque. طيب why can't we say across؟ ليش لازم نقول بجانب المسجد؟ ليش ما نقول مقابل across؟ Why؟ لازم ترى الأسئلة المنطقية هذه هي اللي تبني فيك الفهم والاستيعاب وأيضا والتحليل، وهي مهارة مهمة للطلاب الجامعة، لازم يكون عنده قدرة على التحليل. Why؟ لأن ما في from. Excellent. Yes. Very good. قلنا لازم لما تقول across ما تقول across to، لا across from. ما عندك from. Okay. إذا في هالحالة الإجابة next. That is correct. صحيح. طيب last sentence. سعود's office، مكتب حق سعود وين فيه؟ is the manager's office and the games room. أعتقد راح تحلونها مباشرة. اللي هي between. نعم لأني أعطيتكم طرفين، احنا قلنا قبل شوي إذا جاك طرفين معناها دائما تستخدم كلمة between، كلمة between. Okay. Very good. Now we are done for lesson for today. خلصنا درس اليوم. We still have two more minutes if you have any questions. باقي لنا دقيقتين إذا عندكم أسئلة أو استفسارات. Do you have any questions؟ هل منكم أحد دخل المنتدى؟ هل منكم أحد دخل المنتدى؟ منتدى المقرر؟ أي ملخص ندرس؟ عشان كذا أنا سألتكم المنتدى. اللي يدخل على المنتدى يعرف أي ملخص يدرس. ودائما أنا أقول للطلاب أحيانا بعض زملائكم سواء السنة هذه السنوات الماضية يجتهدون وسووا مذكرات ملخصات، هذا راجع لكم، الواحد يذاكر بأي طريقة، لكني أنا وضعت لك اللي أنا أقول أنت مسؤول عن هذا، أنت تأخذ مدرس خاص، تروح مذكرات ملخصات، أمر راجع لك أنت، لكن اللي عندي أنا وضعته ومجاني وفي الموقع. يعني بعض الناس أنا بلغني إن بعض الناس يستغلون يحطونها في مثلا
مكاتب معينة يبيعونها بمقابل، ليس لي أي علاقة بهذا الكلام نهائيا. أنا خففت عليكم أصلا، يعني الكتاب 12 وحدة أخذنا 6 وحدات. القواعد على فكرة في الكتاب كامل للقواعد، وهو مطلوب ومقرر وملزمين به، لكن ومع ذلك يعني يمكن 95% شلته. أنا فقط أعطيتكم مواضيع قواعد بسيطة وسطحية وسهلة جدا، وأسئلة الاختبار اللي راح تشوفونها في المنتدى مشابهة، بل أني راح أجيب منها نصا وحرفا في الاختبار النهائي. فما أعتقد أني أستطيع أن، يعني أنا أعرف أنكم هي ليست مادة متخصصة لكم، لكن لازم تبذلون فيها جهد للنجاح. أتفهم أنها مهيب أساسية لكم كمتخصصين، لكن أيضا لابد تتعلمون القدر اللي يحقق لكم النجاح فيها، وأمر إن شاء الله بمقدوركم. لكن دائما أقول لا تأجلون المذاكرة لآخر لحظة، أول بأول، وفي خلال أيام راح أضع لكم أسئلة الاختبارات القديمة حتى تراجعونها. أوكي، انتهى وقت اللقاء. I'll see you إن شاء الله on Wednesday. ألتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء.